هلا انت حلبي، دورت على حلبيه؟ لا والله، بس شلون بدي اقول لك، نانت مرتي يعني بتكون بنت اخته لجدي. نقل فؤادك حيثما شئت من الهوى، فما الحب الا للحبيب الاول. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا، الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة وياكم. اللهجة سورية. وين هيك؟ رايحين ناكل شوربة تركية. بيرجمك شوربة. هلا الساعة قد واحدة تنتين؟ هلا الساعة صارت تنتين. مو صارت تنتين. بالعادة الاتراك ما الصبح بياكلوا الشوربة؟ لا، الشوربة على الغداء. شوربة على الغداء. انتي لهجتك حلبية؟ ايه صح. حضرتك؟ انا من سرمدة، من ادلب. سرمدة، اهلا وسهلا. هون حلب. حلب من حلب. ليش هربانة؟ اكتر وحدة جوعانة ما؟ ايه بدها تلحق. ولادكم معكم؟ الله يعطيكم العافية. كتار ولادكم ولا يعني كل واحدة عندها؟ عندنا ولدين. يلا حاجة ما. ايه. هذا الست السورية هون يعني هي معروف عنها انه هي مدبرة وصاحبة بيت وكذا ونشاط وحركة، في شيء غير انه ولادكم والبيت ولا؟ والله لا، للأسف هون شوي الفرص محدودة بالنسبة للناس اللي معهم شهادات جامعية. درستي انت حضرتك؟ اقتصاد. اقتصاد التدمير بالبيت. تدمير. يا صالح جوزك. ايه تدمير لجوزي لجيبه يعني لاقتصاد البيت. شو اسمه ولا اسمه؟ شو اسمك؟ حلوين الصغار. ايه. ما بلا هم ما بتزبط القصة. ايه والله كتير حلوين. صار لك زمان على سرمدة؟ يعني هون صار لي 3 سنين ونص بتركيا، بس انا هلا حاليا عم بشتغل بالترجمه بمدرسه تركيه. لحقتي يعني هو مباشره يعني تعلمت ايه وعم بشتغل بالترجمه، يعني ماشي الحال، بس طبعا مجانا، هي تطوعيه يعني عمل تطوعي بمدرسه. تطوعي يعني ما بيحصل انه يوم الايام ممكن يكون في دخل او يعني اذا تجنست ممكن اتوظف، يعني كمان انا معي شهاده. ايوه مع اللغه بدعموا بعض يعني. كثير حلو والله. يعني هلا وقتك بين العمل التطوعي بين البيت يعني بين الواحد انه يربي في تنظيم في تناسق يعني بالمدرسه من الوحده للسته مع دوام اولادي بنفس مدرسه اولادي، انا بشتغل بالترجمه وبعدها على البيت. يعني درست اقتصاد حضرتك؟ انا علم اجتماع. علم اجتماع. يلا هون بتشوفي حالك بعلم الاجتماع اكثر ما ايه اكثر من هونيك. يعني هون في مجالات شوي اوسع. اقتصاد هون كثير هن بيقدروا، هن الاتراك يعني لما بسمعوا فيه بيقولوا لي انه كثير كويس وهيك، انه هذا الاختصاص نادر عندهم وحلو. انتوا بتحطوا اولادكم بترجعوا بعد شوي بتاخذوهم يعني ما بيطولوا؟ ايه هلا هون قصدك بالرموز ساعتين، يعني هلا بالعطله ساعتين بدرسوا فيها عربي شوي، لانه الاولاد هلا صارين بس تركي تركي تركي، لازم يتعلموا عربي كمان. يعني هلا الواحد دائما بيرجع بالذاكره لمحافظته لمدينته لكذا، يعني بتحني لقصه انه خاصه سرمدة والجو اللي فيها. طبعاً نحن هلا بشكل عام المغتربين في غصه كبيره في قلبنا، يعني قد ما ظهرنا نحن فرحانين ومبسوطين وشو ما عملنا، في غصه جواتنا، يعني الفرح ما هو كامل ابدا. يعني انا ممكن اشوف مقطع ما بزعل او شيء بطاقيني البكاء يعني والدموع بيكون ما مؤثر، يعني ممكن لو كنت انا ببلدي بشوفه بيمر مرور الكرام، بس هون اي شيء بيأثر فينا واي شيء بزعلنا والفرحه ناقصه وفي غصه كثير كبيره عن جد. يعني انت بنت سرمدة، بقيتي بسرمدة واجيتي لهون ولا بعدين؟ سرمدة درست بجامعه حلب، بعدها تزوجت على حلب وصارت الحرب وانفصلت عن اهلي بحلب، يعني صارت المسافات 13 ساعه وقنص ومشاكل، فاما انا تغربت عن اهلي من وقت ما تجوزت، يعني صار لي 8 سنين. يعني معناته انت عايشه حالتين، انه ولد غربه بقلب البلد وهلا غربه برات البلد. وادلب وحلب سوا، يعني مو بس ادلب لحالها او بس سرمدة. اي والله نفس الوضع ولا؟ لا انا حلب وكنت متزوجه بحلب، بس صرنا 4 سنين هون. من اي حي بحلب؟ اهلي سيف الدوله بيت حمام الفرقان، يعني كنت وقت تزوجت ساكنه بالفرقان، بعدها جينا لهون.
هلا بقى اذا بتروحي على سيف الدوله والفرقان او سيف الدوله ما بنعرف حتى الفرقان يعني تغيرت طبيعتها، تغيرت الناس اللي فيها، كل البلد تغيرت. يعني سيف الدوله انا من الصور ما عاد اعرفها ابدا، يعني حتى صرت افكر انه وين هذا الشارع شو كان، يعني ما بقى صار عندي تطابق بين الصوره الحاليه والصوره القديمه. انتوا والاعلام من بعاد في بعد ولا بتتابعوا يعني حسب؟ والله بوسط يعني، لا كثير متابعين ولا انه مبتعدين. يعني بتقول مبتعدين بس يعني وزنتها. الشغل ما الوقت تحسوا الحاره بيمضى بسرعه، بيمضى. بعدين اتجاهاتنا صارت شوي للاتراك اكثر، يعني صرنا نتابع التلفزيون التركي، الثقافه التركيه، يعني شلون ندمج ونتعلم، فصارت متابعتنا لهم اكثر. بس هلا انا طموحي من زمان انه اطلع مذيعه بس ما طلعت مذيعه. والله لو حاولتي يعني ما في صعوبه، ولهلا في مجال يعني ليش لا. انت بتدربنا استاذ انت بتركيا؟ انا موجود باسطنبول، اذا عملنا دورات عن هي سهله ما بعيده ساعتين. اتفقنا. اهلا وسهلا فيك. هاي ما حكينا لسه على الاكل. الاكل والله انا صرت افضل الاكل التركي. هلا الحلبي والادلبي يعني مشهورين بموضوع المطبخ، ما في يعني حدا ينافسه. لا الاكل عادي يعني، انت لما تتعود مذاق معين خلاص بتصير مقبول بالنسبه لك. تتذكر شيء لسه من اكلات حلب؟ والله نسيت طعمه. ما لا باتجاه التركي انت؟ لا بالبيت اكلنا كله حلبي، بس انه طعم اللحمه مثلا، طعم الاكل هناك كان كله اطيب يعني. طيب هلا اللي بده يحكي عن الاكلات الحلبيه كثيره ومعروفه، بس ما حدا بيعرف يعني عن ادلب وسرمدا وكذا، شو الاكلات اللي عنده بسرمدا؟ عندنا اكله مشهوره كثير، وامي يعني امي حتى بسرمدا مشهوره في الاكله. اسمها الكبه النيه. يعني انتم بتساوي الكبه النيه مثل اي حدا، بس انتم غير في لها هنيك هذيك المنطقه لها طريقه خاصه يعني في العمل. مره رحنا على سلقين فحطوا الاكل نفس سلقين، الطاوله كلها حمراء. ايوه كله احمر. حد فيها يعني ادلب الخضره بس اكلهم احمر. ايوه. حلقه كامله عني. اهلا وسهلا فيكم. امشوا 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 ليك امشوا امشوا. قال لي اشو، نحن مالنا شوام، امشوا. انا ام فاضل. اهلا وسهلا فيك ام فاضل. حضرتك ام شريف. اهلا وسهلا فيكم، موفقين ان شاء الله. تسلموا. شكرا شكرا شكرا. شكرا نايمان. الله ينعم عليك ويرحم والديك. عم تستنى ما؟ عم بستنى. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. أنت اللي معلمه هون؟ إي والله. أهلا وسهلا فيكم. يا رب. يعني هذا باسطنبول، باسطنبول في محلات حلاقة سوريين كثير، ببورصة نفس الشيء ولا؟ في والله، إجباري يعني بكل المناطق يعني وين في سوريين بده يكون في كل شيء يعني. يعني ببورصة في عم يقولوا يعني عدد منيح من السوريين في يعني. في والله بس نص البلد يعني صاير أكثر تركزه. هون صاير أطراف البورصة. نحن هلا بأطراف بورصة. أطراف بورصة. بتعرف عم نفتل ما بنعرف إنه نحن منين عم نطلع منين عم نفوت. إيه. معناته هون يعني أريح بالسكن أرخص. أهدى. أهدى إي والله. من وين الشاب؟ من حلب. على راسي والله. من هالشي حاططوا حلبي ها؟ إيه. يزبون شو بدون هيك ونشتغل. أنت من وين؟ من ريف الشام. غوطة الشرقية. غوطة الشرقية. أهلا وسهلا فيك. صار لك زمان طالع من الغوطة؟ والله صار لي زمان 7 سنين. 7 سنين. اي والله. شو بتتذكر من الغوطه؟ والله شو بدنا نتذكر غير هالحرفه اللي صارت يعني. لا يعني انه انت طلعت 7 سنين هيك الذاكره شوي احيانا بدها تنشيط لحتى تذكر. اكثر شيء يوم الجمعه احلى شيء كان يصير بالغوطه يوم الجمعه، هو انه كل الشام بيجوا اجتمعوا من الشام يجوا كلهم على الغوطه، نروح على السيارين هالشوي. هي ان شاء الله ترجع هالشغلات كلها ان شاء الله. الجمعه تجي بالسيارين ما بتجي بغير شيء. اي والله. يلا بلش ما عمنا على الموضة ولا؟ والله يا عمي عادي يعني، ما هو على الموضة على قدامي عادي يعني. شو تشتغل حضرتك هون؟ أنا بشتغل بعلم التركي مطبعة بيراق. شو اسمك؟ صالح. اسمي الحقيقة صلاح، بس أنا جيت على تركيا اسم صلاح ما بيطلع زيادة، سميت حالي صالح دغري. صالح أسهل يعني. أسهل للتركي. حضرتك؟ محمد فستو. على راسي يا محمد. يعني بدها تعب. والله بدها. وصل لك زمان بهالمهنه؟ والله صار لي زمان، والله صار لي شيء 7-8 سنين. شو مواليدك صلاح؟ مواليد 95. 95
بكر والله بالشغل ما والله صار لي زمان مشتغل والله وقت كنت ادرس واشتغل. لوين وصلت بالدراسة؟ صف التاسع. وقفنا بسبب الحرب، بلشت الحرب وقفنا. يعني هون الواحد بده يحاول يشتغل ليعيش صعب. يعني قصة الدراسة صارت صعبة ما انت حضرتك من الغوطة بتسمع باسماء مطربين من الغوطة؟ مثل مين؟ مثلا في كتير مطربين من الغوطة مثلا جيلكم شو بيعرف من ال... نايم الأبوني ايوه زيد عفوف مين؟ شو في غيرهم؟ من جيل أبو رياح؟ لا دول أصغار من جيلنا يعني. ايه لا ابو رياح قديم. ابو رياح ما قلت لك ابو رياح، انا قلت لك زيد عفوف. ها الشبابيه هذول شبابيه الحفلات الشبابيه يعملوها. ابو رياح ابو رياح صار قديم صار قديم. يا عيني على ايام الغوطه وسيارين الغوطه. يا ريت بس يا ريت ترجع. شو كان يطلع بالغوطه بتتذكر؟ الزرع وال كل شو يعني؟ يعني مشمش جوز المشمش مش جوز يعني هي مشهورة أكثر شيء الغوطة بشكل عام بالمشمش. يعني حتى هون بتركيا عندهم مثل شعبي بيقولوا الشام قيسة، شام قيسة يعني مشمش الشام. أيوة يعني معروف من زمان بيجي من الغوطة لهون فعلا تجارته يعني تجارة الأم الدين والشغلات هاي كتير مشهورة. دقن وهي ولا بس دقن تزبيط تزبيط دقن ايه دقن ما بدك تشيله يعني بدي اشيله ايه على رأيك ولا رأي غيرك؟ لا والله رأيي أنا هلا أوقات بحنجرة أوقات بحلقة حسب مثل ما بقولوا مثل ما حكينا المرأة ايش بدها متجوز؟ ايه متجوز صلح. اوه شايف سابقك. ايه والله سابقني. طيب الواحد بده يخطب فيها صعوبة الخطبة وال فيها صعوبة فيها صعوبة كتير يلي البنت اللي ترتاح معها يعني جيلنا هلا جيل عم يختلف كل مين حسب اذا دور دور يعني من ناحية اللي بدور على ربه بلاقيه من ناحية النقد قصدي من ناحية انه الاهل يوافقوا هي صار كتير مشاكل من وراها حسب الاتفاق حسب الاتفاقية ان شاء الله انت ما الحمد لله ما صار معي مشاكل نهائيا يسرت الحمد لله حكم اخذ من قرايبينه يمكن تكون سهلت شوي على لو في عمله والامور مرتبه دغري بتروح بتخطب دغري المصاري كل شيء بصير هالايام المصاري الحمد لله كل شيء عم بيصير بيكسب وقت الواحد هو هيك بس الاهل اهم شيء الاهل اهم شيء يعني الله يجعلنا بارين لابوينا انا وصلاح ولكل الشباب ان شاء الله يعني شقد مين كان تشتغل الله هيك بس يعني رجعنا بخير وسلامة على بلدنا إن شاء الله. هلا أنت حلبي دورت على حلبية؟ لا والله بس شلون بدي أقول لك نانة مرتي يعني بتكون بنت أخته لجدي يعني قرب بعيدة بالنسبة إلي بس بالنسبة لأبوي قريبة كتير. حلو هي من وين؟ من باب أصلاً. من الباب يعني طباعها معناته هي طباعنا نحن الحلبية نفسها يعني الصلاة العبادة القرآن يعني كل شيء الحمد لله طبخ كل الحمد لله رب العالمين. هلا هو يعني زبطت معه مثلا من حلب قريب من حلب انت من الغوطة كمان عندك شرط لازم تكون من الغوطة والله نصيب هو النصيب يعني ما في مشكلة يعني بكره بعد بكره بجوز اخذ تركيا ما بتعرف يعني مع الايام بجوز ياخذ تركيا لاني اهله من هون اهله بالسعودية يعني صاير انه صعب عليه وحداني وصلاح بده وحدة من بلده لحتى يدير باله عليه ما بده صعب هي بده الاهل والاهل ما اذا ما موجودين انا ضليت عمي 3 سنين باسطنبول ضليت 3 سنين عادي ما فكرت لاني اهلي ما موجودين لما جيت على اهلي على بورصة اجوا اهلي على بورصة ضليت تقريبا سنتين عزابي ضليت هلا انا بعد سنتين لعزابي الحمد لله صمتت وتجوزت وهذا الحمد لله بيعود لاهلي يعني الفضل لاهلي الحمد لله رب العالمين صار لي سنه ونص انا متجوز طبعا الف مبروك الله يبارك فيك مبروك سلام ان شاء الله الله يعطيك العافيه ان شاء الله هيك ان شاء الله فرحتنا الله يسلمك الله يسلمك ضيفنا هو الدكتور عبد الكريم الجاسم طبعا خريج جامعة حلب
ودرس في جامعة حلب. ذكريات. نعم. نعم درسنا في مدارس منبج وجامعة الاتحاد في مدينة حلب وجامعة الاتحاد في مدينة الرقة وهنا في تركيا أيضا. هلا هي مصادفة اجتمعنا. نعم. والحديث هلا عن منبج يعني حامي. اي نعم منبج فيها اشواق كثيرة لنا فيها. منبج مدينة تاريخية هي مدينة الحرير والماء تسمى سابقا لكثرة ما كانوا يزرعون شجر التوت ودودة القز فهي مدينة الحرير واصلا اسمها مشتق من كلمة ينبوغ في الآرامية وتعني منبغ اي منبع الماء. فمنبج هي مو على الفرات قديش في بعد هلا؟ على ضفاف الفرات تبعد حوالي 20 الى 25 كيلومتر بس مفتوحه قدامها حدودها تصل الى الفرات وما بعد الفرات حتى ضريح البحتري منبج تماما هي ايضا مدينه الشعراء فيها ابو فراس الحمداني واللي عليها في عصر الدوله العباسيه فيها البحتري احمد بن بحتر فيها الشاعر الدوقل المنبجي لهلا بتولد شعراء منبج لهلا منبج ينثرون الشعر بالفطره كونها مدينه صافيه طبيعيا يضفي عليها نهر الفرات جمالا اخاذا وفيها يتكلمون اللغه العربيه الفصحى بطلاقه اللغه العامه هي لغه عربيه فصحى كما اكلمك الان هذه لغه يعني هو انت عشت الجو وما قطعته يعني انت يعني ما بعيد عنك يعني صار لك زمان ما بتعرف المنبج ايه المنبج صار لي تقريبا هذه السنه السادسه في تركيا ما غادرتها الا مكرها يعني الناس بتسمع بمدينه منبج وعمليا بسوريا يعني بجوز نسبه قليله اللي بتعرف منبج اللي ما يهتم بالثقافة ما يسمع عن منبج منبج هي يعود تاريخها إلى 2000 عام قبل الميلاد أيام الحثيين والآراميين ثم إلى توالت عليها عدة عصور حثيين آراميين بعد ذلك حكمها الرومان ثم حكمتها الملكة تيودورا وكانت في ذاك العصر تسمى هيرابوليس منبج فيها البحيرة المقدسة الآن هي الملعب البلدي في العصر الحديث العباسيين وما بعد هي منبع الشعراء. طيب هلا هذا الامتداد يعني نقول اذا كان في امتداد لليوم شو الملامح اللي موجوده غير اللهجه اللي هي قريبه للغه العربيه والشعر وال منبج فيها كل الثقافات، كل النشاطات الاجتماعيه الثقافيه، دكتور فواز الساجر من منبج من مدينه ابو قلقل. الناس ما بتعرفه هو بالضبط من وين الا القريبين كثير منه يعني هو من مدينه منبج ومن نفس العشيره التي انتمي اليها غنايمي هو بالاصل وسمي المركز الثقافي باسم مسرح الدكتور فواز الساجر في مدينه منبج منبج تحوي على اكثر من 5 ثانويات اكثر من عدد الاف الاطباء اكثر من 100 شهاده دكتوراه يدرسون في جامعات حلب عمداء عميد كلية الحقوق الدكتور شواخ عميد كلية الفيزياء الدكتور إبراهيم في حلب فيها 50 دكتور في جامعة في كلية الشريعة رغم كانت الإمكانيات والتواصل مع المدن قليلة وبعدها لكن منبج فينا نقول أنه مكتفية هي مدينة زراعية تأكل مما تزرع طبعا هي إداريا سابقا كانت تابعة لحلب حتى عام 2011 أقرها محافظة وفيها جامعات أيضا أحدث فيها كلية التربية فيها جامعة الاتحاد أقسام الهندسة كاملة يعني وصل تعداد سكانها المدينة 450 ألف نسمة يتبع إليها 425 قرية بالإضافة إلى 8 نواحي أبو قلقل الخفسة مسكنة كلها إداريا تتبع إلى مدينة منبج هلا حاليا انت بتركيا ببورصه مجال البناء السياحه انا عندي شركه في بورصه اسستها في بدايه 2014 هنا في المركز في عده اقسام فيها قسم للانشاءات والعقارات فيها قسم للسياحه فيها قسم للخدمات القانونيه وانشاء الشركات والاقامات وما شابه ذلك يعني انت في قسم خاص للترجمه كذلك ترجمه اللغات انجليزي تركي عربي وما شابه اخذت فتره لحتى بلشت تنعرف ويصير لها علاقات تمام احنا وصلنا لمرحله الانترناشنال يعني تعتبر شركتنا هنا حتى مسميها شركه اسم منبج شركه منبج
كل الخدمات تقدم للإخوة السوريين والعرب الحمد لله المجالات، والحمد لله مقيم هنا أنا وأسرتي وأولادي وأخوتي ومرتاحين. يعني عايشين هون؟ نفس في منبس طبعا بمنبس سوريا. نعم، نقل فؤادك حيثما شئت من الهوى، فما الحب إلا للحبيب الأولي. فبشراك منبجة والبشائر جمة غلابة غلبت رؤاها منبجة، فمنبج تمشي في العروق كما يمشي الدم في الشرايين. جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم.